فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: عندنا بعض المساجد في بريطانيا يأتون برجل على منهج السنة يدرس الناس التوحيد أو يلقي عليهم محاضرة عن التوحيد، ثم في اليوم التالي يأتون بصوفي أو أشعري يدرس الناس الصوفية أو الأشعرية. السؤال: هل يجوز لهذا الداعية السني أن يدرس في مثل هذه المساجد؟ ولا مضل له من يدعو بأحبابها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. حرم من أعطاه الله وأعطى من حرمه الله، بل المؤمن يشعر بأن هذا الرجل قد جاهد في الله حق جهاده، وأنه كان شوكة في حلوق أعداء الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: عندنا بعض المساجد في بريطانيا يأتون برجل على منهج السنة يدرس الناس التوحيد أو يلقي عليهم محاضرة عن التوحيد، ثم في اليوم التالي يأتون بصوفي أو أشعري يدرس الناس الصوفية أو الأشعرية. السؤال: هل يجوز لهذا الداعية السني أن يدرس في مثل هذه المساجد؟ لا، إذا كانوا يخلطون بينه وبين البدعي والمنحرف لا يجوز له ذلك، لأنهم يتخذونه غطاء ويقولون: حنا ندرس التوحيد ونحن نسمح للمحاضرات التوحيد. ما يصلح هذا خلط بين الحق والباطل. يشترط عليهم، يقول: أنا أدرسكم أو أنا أحاضر عندكم، لكن بشرط ألا تأتوا بمن هو يخالف ما أدعوكم إليه وأقول لكم. نعم.